الاكل الصيني للاغنياء بس. بس النهارده هنخد التجربه دي باقل سعر ممكن. يلا بينا. دلوقتي هنجرب النودلز والتشيكن سويت اند ساور من ايشيان كورن. دي نودلز معموله بالفلفل والجزر، ودي تشيكن معموله بطريقه ما بيبقى طعمها حلو وحادق في نفس الوقت. هيو، في الفيديو اللي فات جربنا السوشي، وشكرا لكل الناس اللي شاركت بالاماكن اللي تعرفها اللي اغلبها كان في شارع 9 في المعادي، فممكن نروح قريب نشوف ايه الحوار ده. بس على ذكر الفيديو اللي فات، نسيت اقول ان دي سلسله فيديوهات ارخص تجربه للاكل الصيني في مصر، مش فيديو واحد. وكنت قايل ان عارف ان الاكل ده اسيوي ولا يختصر على الصين، بس احنا في مصر بنقول عليه اكل صيني، فانا اقول عليه اكل صيني بس شلتها في المونتاج عشان اقلل من وقت الفيديو والمشاهد ما يملش، ولكن المشاهد يجلد ولا يبالي، ودي كانت النتيجه. المهم يلا بينا نبتدي. بعد ما جربنا السوشي طلعنا فوق على الفود كورت، وكان قدامنا خيارين، باند هاوس واشن كورنر، والاثنين واحد حرفيا وموجودين في كل مكان. ف دلوقتي هنجرب النودلز والفراخ السويت اند ساور من ايشيان كورنر. انا ما باكلش شطه ليه؟ بس لو جيت تطلب وسألت على الأسعار هتلاقي إن النودلز ب 24 جنيه والتشيكن سويت أند ساور ب 46 جنيه، وده طبعًا غالي جدًا. بس أنت هتسأل على الديل الاتنين مع بعض عشان تجيبه ب 42 جنيه، زائد 14% ضريبة يعني 49 جنيه. دي نودلز معمولة بالفلفل والجزر. ودي تشيكن معمولة بطريقة ما بيبقى طعمها حلو وحادق في نفس الوقت. يلا بينا نجرب. ما اقدرش اقول هي حلوه ولا وحشه بصراحه، بس اللي متاكد منه انها تستحق التجربه. ما تعرفش ان كانت حلوه ولا حادقه ولا، بس هي جامده. فجربها او لو جربتها احكي لنا تجربتك في الكومنتات. انا بس عايز اوصل لكم ان انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه على قد الفلوس اللي معاكم او باقل تكلفه ممكنه. اشوفكم الفيديو الجاي. هب 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 هب.